ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زارة. This is your plan, inshallah, for next month, Zara. Alhamdulillah, for last month, we have finished from Surah Al-A'la to Surah Al-Mutaffifin. In this month, inshallah, Zara, we can, inshallah, finish and memorize Surah Al-Infitar and Surah Al-Takwir. So I ask Allah, inshallah, Zara, to help us to memorize the whole Quran, inshallah, and bless you. So let's read here from Surah Al-Infitar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انكسرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. So this inshallah is from Surah Al-Infitar. And for Surah At-Takwir, بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. صدق الله العظيم. So this inshallah Zara for Surah At-Takwir. So I ask Allah inshallah to help us to memorize the whole Quran Zara. And salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. محمد رسول الله.